سامعنا فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ الأزهري محمد أبو سويلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، نعم نعم، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الله الله الله، لا إله إلا الله. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين المصدقين. من جملة الأيام الأربعين التي وعد